السلام عليكم ورحمة الله. الموقف بتاع النهاردة شوية هيبقى موجه للستات، علشان نقولك تدخلي الجنة من أي أبواب الجنة التمانية إزاي. تعالوا نفكر بعض، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، خلاص هي متفتحة، ودلوقتي إحنا الحمد لله يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. سيدنا بيقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، يعني تصلي الخمس صلوات، وأحصنت فرجها، يعني انضبطت في الأخلاق وكانت شريفة وعفيفة، وصامت شهرها، صامت رمضان، وأطاعت زوجها، الحاجات دي صعبة؟ والله ما أسهل دخول الجنة. ومش بس كده، ده من أي أبواب الجنة التمانية: إذا صلت المرأة خمسها، وأحصنت فرجها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اتفضلي ادخلي من أي باب حضرتك عايزة تدخلي منه.